تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كان احتكى الله في كل مكان، احتكى مهرجان الحكايات، مهرجان الرواة والرويات الجايين من كل بلادات يحكيوا حكاية زمان من 18 ل 25 من أيام رمضان. احتكى ذاك الزمان محنة إفريقيا ما منها زوج في الدنيا، جذورها في عمق الزمان وغصانها تحدوا المكان. هي أول من رضع من كلامها الإنسان، وهي من بنات حضارات عبر الأزمان. احتكى اللي كان وجرى اللي ما كان في الحسبان، فقدات محنة قيمة اللسان وانقطعت عن الكلام بالتمام. حلفت بحلوفها ما يحلى لها الكلام، حتى يعود اللسان ميزان في أيام المهرجان، وحتى تكبر الغصان في عز الوطان بسلم وآمان. لقاءات رؤية جديدة للتراث.